فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إنكار الإمام مالك رحمة الله عليه، في إنكار الإمام مالك رحمة الله عليه على الخليفة أبي جعفر المنصور عندما أراد هدم الكعبة ثم بنائها على قواعد إبراهيم، ما إنكر عليه إنكار، منع، استفتى أبو جعفر، استفتى مالكا فمنعه، لم يفتي لئلا تكون الكعبة ألعوبة في يد الملوك. ابن الزبير أعادها، ثم جاء الحجاج وهدمها، ثم المنصور يبي يريد، صارت ألعوبة. فالإمام مالك لفقهه رحمه الله سد هذا الباب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.